جريمة قتل مروعة يندى لها جبين الإنسانية والد بعمر الخمسين عاما يقتل على يد ولده ذو سبعة عشر عام داخل منزلهم مكافحة الجرائم في كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على الإبن القاتل في منطقة البوغريدة بغضاء الهندية شرق المحافظة أما عن سبب الجريمة فبحسب اعتراف القاتل أن والده كان يلوح عليه لإكمال دراسته وإجباره عليها تم تفتيش البستان اللي احنا حاليا وجدنا بين اجدع النخيل هنا ملقى, ملقى على وجهه والاطلاقه كانت براسه بعدها ما شكينا واخذنا الموافقات القضائيه استحبنا عائلته التحقيق اعترف ابنه نتيجة سوء معامله والده او الضغط عليه لغرض الدراسه والمتابعه وعدم الخروج والدخول والكذا واصدقاء السوء كان مستاء من هذا التعامل اثناء ما كان والده يصلي نفذ عليه اجهز على والده واعترف صراحه وصدقت اقوال قضايا من قبل القضاء المتهم اعترف اثناء التحقيق بارتكابه الجريمه بسبب الحاح والده عليه من اجل الدراسه بينما يروي ذو الضحية الحادثة لفريق ون نيوز مطالبين بالوقت ذاته القضاء العراقي انزال العقوبة المناسبة بحق القاتل احنا ندور عليه من الساعة 2 الظهور للصبح احنا ندور عليه تالي ما تالي احنا نروح للمركز نشوف شنو البلاغات جدازي على اليمن اجينا لقيناه مقتول بهذا المكان ذابينا بهذا المكان هنا مقتول احد يعني اولاد عمنا اللي بهذا المكان هنا هو حسب الدعاء ابني يقول على مود الدراسه مضايقني بالدراسه وابوي و... و... انا قتلته بس هذا الحكي صحيح او مو صحيح ما ندري اطلب القضاء التحقيق التحقيق بان من شايله وياه وذابه هنا واريد من منفذ الجريمه وشنو السبب وشنو اللي خلاه يقتل ابوه وتتصاعد نسب الجرائم العائليه بشكل شبه يومي في العراق الامر الذي بات مثار قلق حقيقي في المجتمع بينما يؤكد مختصون أن دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم علي خالد كربلاء